Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ahlan bikum, a'zai talibat wa tullab, saf al-awwal al-thanawi, fi hussa al-dina min hussas al-lugha al-almaniyya ala manasat al-bath al-mubashir. Nibda kal'ada, was machen wir heute? Nعمل ايه النهارده؟ البرنامج بتاعنا، Lernziel بتاعتنا. كما تعودنا هنبدأ بوِيداهولونغ، وِيداهولونغ. مراجعة zu Lektion 2. طبعا نهاردة الحلقة الأخيرة في لكسيون 2، الدرس الثاني والأخير من دروس الترم الأول. هنعمل مراجعة سريعة على الحاجات المهمة اللي أخذناها خلال الحصص الماضية. Und Zwischenspiel. Zwischenspiel zur Lektion 2. النشاط اللي بيبقى في نهاية كل درس Zwischenspiel. والنهاردة معانا حاجة اسمها Grußkarten. Grußkarten lesen und verstehen. Grußkarten يعني إيه؟ يعني زي كده. تبعت لحد كارت تحية من مكان ما، فلما يجي لك جروس كارت ليزن اون فيشتين، تقرأ وتفهم هذه البطاقة. نبدأ ويلاهولونغ تسو ليكسيون 2، مراجعة على الدرس الثاني. بس هابن في ليكسيون 2 كلام، نبص مع بعض على الأهداف اللي احنا المفروض نكون وصلنا لها بعد نهاية لكسيون 2. انظر لانسيل. الخطوة الأولى شريط A. يماندن نخدم بفندن فراغن und sein eigenes بفندن أوسترك. تعلمنا فيها لو نفتكر ازاي نسأل عن بفندن، das بفندن، الحال. لما تقابل حد بعد ما لكسيون 1 haben wir gelernt، تعلمنا فيه uns zu vorzustellen، نحن نعرف نفسنا، jemanden vorzustellen، نعرف حد تاني، نسأل عن الاسم والبيانات الشخصية، عرفنا ازاي بعد كده نسأل عن الحال. Wie geht's Ihnen؟ Wie geht's Ihnen؟ Wie geht's dir؟ Wie geht's dir؟ Wie geht's؟ وازاي نرد؟ eigenes Befinden auszudrücken، تعبر عن حالك. Gut، danke، sehr gut، nicht so gut، ja؟ شريط B خدنا فيها الفاميليا und Freunde vorstellen. ازاي نعرف افراد الاسره والاصدقاء، وبنقول das ist mein Bruder، das ist mein Freund، das ist mein Vater، das ist meine Mutter. شريط C الصفحه الثالثه في الكتاب في الدرس الثاني، den Wohnort und die Adresse nennen. خدنا ازاي نقول Wohnort، مكان السكن، العنوان بتاعنا، وبعض البيانات الأخرى بأذن عالية. شريط D تعلمنا فيها بس 20 زيلة، الأعداد حتى 20، وأنت أين فورمولار أوسفلن، وإزاي نملأ استمارة ونكتب بياناتنا فيه. نفتكر الأعداد مع بعض من أول 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. 20. Schritt E, الخطوة الأخيرة في Lektion 2, sich und andere vorstellen. إزاي نعرف نفسنا ونعرف الآخرين أيضا. وخدنا أكثر من طريقة، خدنا نقول إيش بن، وعادة يجي بعدها الفور نامه. اسم الأول إيش بن محمود، ماين نام إست، قلنا إنها رسمية شوية، وعادة يجي بعدها الفاميلي النامه، ماين نام إست مهران، وأولى إيش هايس، إيش هايس، وممكن بعدها الفور نامه والفاميلي النام. ده لو هعرف نفسي، لو أعرف حد تاني بقول داس إست، داس إست أحمد، داس إست علي، ولو جمع بعرف أكتر من حد بقول داس زند، داس زند ماينه فريند أحمد وند ماتر. Das sind meine Kollegen Hamdi und Mohsen. Ja? Das waren unsere Lernziele in Lektion 2, die الأهداف اللي احنا المفروض حاليا بعد نهاية الدرس نكون وصلنا لها. هل احنا نعرف الكلام ده دلوقتي كويس ولا لا؟ هنشوف مع بعض خلال المراجعة. نبدأ. Mein oder meine؟ Mein oder meine؟ لو نفتكر خدنا الـ possessive article أداة الملكية اسمها mein وزيها dein und ihr، وخدنا إن إحنا ممكن بنغير فيها لما بيجي وراها أسماء معينة بقول meine. إزاي؟
بقول ماين فاتر لو جيب عليها مفرد ومذكر بقول ماين فاتر مفرد ومحايد ماين كيند طفل. محايد يعني ايه؟ حاجة في الألماني بتبقى لها ده التعريف اسمها داس بنقول عليها محايد. لو جه مؤنث بعد أداة الملكية بضيف لها حرف إيه بقول ماينا موتا. لو جه جمع بضيف حرف إيه ماينا إلتا ماينا فرويند ماينا جيفيستا. أوكي داس إس ماين فاتا داس إس ماينا موتا sind meine Großeltern. افتكر فاكرين كل الكلام ده؟ كمل نشوف حاجة جديدة. Verb Konjugation im Präsens موضوع من الموضوعات المهمة اللي معانا من الدرس الأول. بناخد كل حصة أفعال جديدة وبنتعلم إزاي نصرف الأفعال دي. إحنا بناخد الفعل وبنحفظه في شكل المصدر infinitive. فأنا بقول ده فعل machen فعل lernen فعل ليزن فعل شبريشن. دي مصادر. لما بحط الفعل في الجملة مش بحط المصدر زي ما هو بصرفه. زي بالعربي ما بقولش مثلا باخد أقول فعل أكل وشرب. لما بقول أنا ما بقولش أنا أكل أنا أكلت أو أنا أكل. أوف دويتش بالألماني بنعمل حاجة شبيهة كده. فتعلمنا قاعدة مع الأفعال العادية. بقول بعرف الضمير الفاعل. فلو بتكلم عن نفسي بقول إيش أنا فعل ليبن يعيش. عايز أقول أنا أعيش في مصر يبقى ما أقولش إيش ليبن لا بقول إيش ليبن إن إيجبتن. دو ليبس إن إيجبتن. Du lebst in Ägypten. Du lebst in Ägypten. Du lebst. Er oder sie lebt. Er oder sie lebt. Wir leben. Ihr lebt. Antum. Anta ya Ahmad, Anta ya Noor. Antum aba, ihr. Sie, hum oder hunna. يعني أحمد وإبراهيم أو منى وهدى أقول عليهم زي ليبن إن إيجبتن وده زي حضرتك ليبن إن إيجبتن. يبقى ده فعل عادي فعل عادي وعرفنا إزاي بنصرفه مع الضمائر المختلفة. أدي عندي النهايات بنحفظها ده شيء ضروري جدا جدا. عندي بعض أفعال بحفظها زي ما هي شاذة ما بتمشيش مع القاعدة دي زي فعل زين بقول إيش بن محمود. دو بست شولر. أحمد إست ليرة. فيا زند أوس أسيوت. هي زايد أوس كايرو. زي زند أوس كايرو. فنلاحظ الاختلاف الشديد بين المصدر والتصريفات فأنا بحفظه زي ما هو. خدنا فعل هابن وقلنا اختلافات بسيطة بتبقى مع دو وإير وإس وزي بقول دو هاست وإير هات. وخدنا فعل إشبريشن وقلنا بيتغير في حرف واحد بس مع دو وإير وإس وزي زائد النهايات العادية فبقول إيش إشبريش دويتش دو شبريشست دويتش أحمد شبريشت دويتش. فإيه اللي بيتغير؟ بيتغير حرف الإيه بيتقلب لـ إي أوف دويتش إي. فعل هايسن طبعًا فعل هايسن فعل عادي ولكن في ملاحظة بناخد بالنا إن الفعل لما بحذف الـ إن بتاع المصدر لو نهايته إس ست أو إس أو إس إس مع دو مش بضيف إس تي زي ما أنا اتعلمت بضيف تي فقط. أوكي؟ بعض الأفعال العادية اللي عدت علينا زي فونن، شتوديرن، كومن دي أفعال عادية خالص بشيل الإن وبحط النهايات اللي تعلمتها. فلما أقول أنا أدرس الألمانية مثلا في الجامعة إيه شتودير دويتش. لما أحب أسألك أنت بتدرس إيه لما تروح الجامعة إن شاء الله شتوديرن يدرس في الجامعة يدرس في الجامعة مش يذاكر مش زي ستادي في الإنجليزي ستادي يقابله ليرنن ليرنن يتعلم أو يذاكر. فأقول لك بس اشتوديرستو تدرس ايه؟ دخلت كلية ايه؟ اوكي؟ بقول ايش كومن؟
aus Ägypten. لما أحب أسألك أقول لك woher kommst du؟ أنت منين؟ لو بكلمك بزي ضمير الاحترام woher kommen Sie؟ لو هسألك عن أحمد بقول woher kommt أحمد؟ Okay؟ فموضوع التصريف موضوع مهم عشان نعرف نكتب جملة سليمة. كمل. موضوع الحال إزاي نسأل ونرد على الحال فبنقول wie geht's؟ Guten Tag, wie geht's? أو wie geht es Ihnen? أو wie geht's dir? والرد حسب حالك، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، ويا ريت تقولوا لنا في الشات wie geht's euch؟ أنتوا عاملين إيه؟ أوكي؟ حاول نجاوب في الشات wie geht's euch؟ البعض يقول sehr gut، كويس خالص، danke، danke يعني شكرا، شكرا على السؤال، danke. البعض يقول نايا اسجيت اسجيت يعني ماشي الحال جود دانك. البعض قد يقول نشت زو جود ليس على ما يرام اودا زي شلشت شلشت باد سيء زي زي شلشت مش حلو يعني سيء خالص ان شاء الله تكونوا كلكم زي جود زي جود. So, لما أحب أسأل عن البشندن بقول wie geht's أو wie geht's Ihnen لو بكلم حد بزي ضمير زي أو wie geht's dir لو بكلم حد بضمير دو. أرد أقول danke, super, danke, sehr gut, danke, gut أو sehr gut, danke. ممكن أبدأ بالشكر أخلي الشكر في الآخر. Na ja, es geht, ach, nicht so gut. ولو حد سألني وأنا رديت وحابب أسأله فمش محتاج أكرر السؤال كامل لكن ممكن أقول سؤال مختصر. يعني أنا بقول لك يا أحمد wie geht's؟ فرديت قلت good danke وعايز تقول لي وحضرتك عامل إيه؟ فمش لازم تقول wie geht's Ihnen تقول بس und Ihnen. طب إحنا بنتكلم بدو فتقول لي und dir und dir وأنت عامل إيه؟ لو هرد بنفس الإجابة فبقول auch auch gut. دانك وأنا كمان كويس شكرا auch gut دانك. نبص سريعا على موضوع آخر من الموضوعات المهمة اللي عندنا بيرسوناليين موضوع البيرسوناليين البيانات الشخصية. لو نفتكر المحادثة الجميلة الطويلة المهمة اللي جمع أغلب الموضوعات دي في الدرس الثاني مع الست اللي في الفندق، فلما أحب أتكلم عن بيانات الشخصية أسأل wo sind Sie geboren؟ قالت in Biasca, das liegt in der Schweiz. حضرتك مولود في geboren. يا لما أحب أسأل عن الجيبورتسورت مكان الميلاد. wo wohnen Sie؟ ich lebe oder ich wohne in Zürich. بسأل بها عن wohnen يسكن الwohnort مكان السكن. لو مدينة طبعا بقول إن وراه المدينة إن كايرو إن أسيوط إن أليكس إن أسوان. لو حابب أقول في شارع كذا فبقول إن ديا إيش فوني إن ديا بعد أشتراس إيش فوني إن ديا تحرير أشتراس إيش فوني إن ديا جامعة أشتراس وهكذا. وو شتوديرن شتوديرن زي ما اتفقنا يدرس بتدرس فين جامعتك فين كليتك فين فتقول لي إن ميونشن. فأنا سألت هنا عن أورت مكان اللي هو مكان الدراسة ستودين أورت. طيب العنوان الكامل بقى في إست داين أدرس في إست إير أدرس عنوانك إيه؟ والعنوان زي ما اتفقنا قبل كده بيتكون من أكتر من حاجة بيتكون من الرقم البريدي 2249 وراء اسم المدينة هامبورغ بعدين اسم الشارع مارك شتراس تحرير شتراسة أي اسم وراء كلمة شتراسة وبعدين رقم البيت أيس يبقى 20249 هامبورغ مارك شتراسة أيس. في العرب إحنا بنقول عادة رقم قبل اسم الشارع بقول أنا ساكن في خمسة شارع كذا بينما في الألماني مارك شتراسة أيس بقول الشارع وبعدين رقم البيت.
Wie ist Ihre Telefonnummer? لما أحب أسأل عن رقم الهاتف، رقم التليفون، wie ist Ihre Telefonnummer؟ إيه هو رقم تليفونه؟ wie ist Ihre Telefonnummer؟ نحفظ السؤال كويس، wie ist Ihre Telefonnummer؟ طب أنا بكلم بسأل واحد زميلي، بقول wie ist deine؟ deine Telefonnummer؟ وخدنا الأرقام لحد 20 وقلنا ممكن نقول رقم التليفون رقم، فبقول 7 8 8 6 3 9. يا ريت نحفظ الأرقام كويس ونحفظها بحيث نقول الأرقام بسرعة، ما أقعدش أفكر يعني إيه 7 ويعني إيه 8. زين زي فرها يا راتت؟ السؤال ده بسأل بيه عن حاجة اللي هي إيه، فاكرين؟ جيبوت سورت، آسف، فاميلي نشتان، فاميلي نشتان، جيبوت سورت. أول سؤال معانا بو زين زي جيبورن فاميلي نشتاند، الحالة العائلية، مش بقول له في إز داين فاميلي نشتاند، لا بقول زين زي فير هيراتد، ده السؤال الشائع. أنت متجوز؟ لو متجوز هيقول يا إش فين فير هيراتد، لو لا هيقول لي ناين وهيقول بعدها الحالة بتاعته. ناين إش بين ليديش، إش بين سنجل، هي هي، إش بين فير فيت فيت أرمان، إش بين جشيدن، جشيدن مطلق. لما بسأل wenn du nach den Kindern fragen willst, هتسأل الشخص هل عنده أطفال ولا لا، بس تعمل فعل haben. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe ein Kind. Ein Kind? Just one child. طفل واحد. Ich habe zwei. Ich habe drei Kinder. Zwei oder drei Kinder. قلنا أكثر من واحد في الألماني زي الإنجليزي بيبقى جمع. Ein Kind. طفل واحد. Zwei Kinder, Kinder, Kind, مفرد, Kinder, جمع, drei Kinder. لو مش عندي ich habe keine, keine Kinder, keine للنفي, keine Kinder, ما عنديش أطفال. لما أحب أسأل عن العمر بقول wie alt ist Ihr Kind? Wie alt ist Ihr Kind? Ihr Kind يعني your child, طفلك. Ihr دي أداة الملكية بتاع ضمير الاحترام زي. طفل حضرتك. لو حد مش بقول له بقول له دو، فاقول في الت است داين كند، داين كند، دراي، دراي يارا الت. خدنا سؤال عن العمر وقلنا سؤال مهم خالص. في الت بيستو، ايش بن زوم باشبيل 20 يارا الت، ايش بن 15 يارا الت. في الت زند ايري كندر، اطفالك، أطفال حضرتك عندهم كم سنة؟ فبقول 28. 28 bedeutet ein Kind ist 8 Jahre alt und das zweite Kind ist 10 Jahre alt. طفل عنده 8 وطفل الثاني عنده 10. يبقى البيانات المهمة معانا Geburtsort، وعرفت ازاي بسأل عنها. Wohnort، لما أجيب لك في موقف أقول لك تسأل عن الفون أورت إزاي، فما تقوليش مثلا في إز داين فون أورت، مش بقول الكلمة نفسها في السؤال، لكن إزاي بقول؟ بقول فو فونين زي، فو فونين زي. جيبورتس أورت، مكان الميلاد، مش هقول له إيه مكان ميلادك؟ أين ولدت؟ فو زين زي جيبورن. أوكي؟ بعدين شتودين أورت، مكان الدراسة، أدرس، عنوان. طبعا الفون اورت المكان، المدينه، ادرس العنوان تفصيلي زي ما اتفقنا، البوست لايت سال مع المدينه مع الاشتراس مع الهاوس نمبر. فاميلي نشتاند، الحاله العائليه. كيندا، كيندا الاطفال، عدد الاطفال، هل عندك اطفال ام لا. اونت التا، داس التا يعني، داس التا يعني العمر أو السن. كمل. ماينه فاميليا، ماينه فاميليا من الموضوعات الهامة في ليكسيون 2 الأسرة وأفراد الأسرة. زيد داس فيديو عن und beantworten die Fragen. هنسمع حالا فيديو عن موضوع الأسرة، وفي بعض أسئلة يا ريت نفكر فيها وإحنا بنتفرج على الفيديو ونحاول نجاوب عليها. Wie alt ist Annika؟ Wie alt ist Annika? هنسمع عن بنت اسمها أنيكا. Wie alt ist Annika? عندها كم سنة أنيكا؟ Wie heißt Annikas Mutter? احنا خدنا Wie heißt du? اسمك ايه؟ لكن
Wie heißt Annikas Mutter? Es ist طبعا هي اسمها أنيكا. Es ist للملكية يبقى والدة أنيكا اسمها إيه؟ Und wie heißt der Vater? والأب. Wie heißt der Vater? Wie heißen die Großeltern? Wie heißt der Bruder? Und wie alt ist er? Was macht der Vater? Machen, to make. الأب بيعمل إيه؟ Also Beruf, الوظيفة. Was macht die Mutter? Was macht die Mutter? الأسئلة دي هنحاول نفكر فيها وإحنا بنتفرج على الفيديو. نسمع مع بعض. وهل لاحظ حبايبي إني إزاي أكتب جملة؟ يا ريت نبص إزاي نكتب جملة سليمة بسيطة من الحاجات اللي إحنا اتعلمناها. نبص مع بعض. Hallo, ich heiße Annika und bin 13 Jahre alt. Das ist meine Familie. Das sind meine Eltern. Meine Mutter heißt Katharina und ist 33 Jahre alt. Sie ist Polizistin. Mein Vater heißt Klaus und ist 37 Jahre alt. Er ist Lehrer. Das ist mein Bruder. Mein Bruder heißt Hans und ist 10 Jahre alt. Er spielt gern Fußball. Das sind meine Großeltern. Mein Opa heißt Johann und ist 75 Jahre alt. Er spielt gern Golf. Meine Oma heißt Sabine und ist 72 Jahre alt. Sie kocht gern. Und du, wie heißt du und wie ist deine Familie? Schreib einen kleinen Text über dich und deine Familie. Sehr gut, liebe Schülerinnen und Schüler, أتمنى تكونوا فهمتوا الجزء الأكبر من المحتوى بتاع الفيديو. طبعا زي ما شفنا كلمات بسيطة، أفعال بسيطة، جمل سهلة، سهل إن إحنا نكتب. يعني لو طلبت منك زي ما طلب في نهاية الفيديو إن أنت تكتب نص قصير عن عائلتك، يا ريت تحاول وجرب ما نخافش. أوكي؟ نرجع تاني ونشوف الأسئلة بتاعتنا. في ألت إس أنيكا؟ يا ترى ممكن نرد ولا نحب نسمع تاني؟ نسمع تاني، طيب نرجع ونسمع تاني. Hallo, ich heiße Annika und bin 13 Jahre alt. Das ist meine Familie. Das sind meine Eltern. Meine Mutter heißt Katharina und ist 33 Jahre alt. Sie ist Polizistin. Mein Vater heißt Klaus und ist 37 Jahre alt. Er ist Lehrer. Das ist mein Bruder. Mein Bruder heißt Hans und ist 10 Jahre alt. Er spielt gern Fußball. Das sind meine Großeltern. Mein Opa heißt Johann und ist 75 Jahre alt. Er spielt gern Golf. Meine Oma heißt Sabine und ist 72 Jahre alt. Sie kocht gern. Und du, wie heißt du und wie ist deine Familie?
Schreib einen kleinen Text über dich und deine Familie. نبص على الأسئلة يا رب نكون فاكرين. في alt ist Annika؟ يا ريت نجاوب في الشات نشوف مع بعض. في alt ist Annika؟ Sie ist 13 Jahre alt. Sehr gut. Oh, das ist sehr einfach. دلوقتي معانا النص كله. أنا جبت منين إن أنيكا ist 13 Jahre alt؟ نقرا مع بعض. Ich heiße Annika. يبقى هنا اللي بيتكلم ويقول ايش ده اسمه أنيكا. دي أنيكا. Und bin. Und bin يعني und ich bin 13 Jahre alt. لما تقول ich bin 13 Jahre مين بيتكلم؟ أنيكا. يبقى أنيكا 13 Jahre alt. Sehr gut. بص على السؤال الثاني. Wie heißt Annikas Mutter und wie heißt der Vater؟ هنجيبها منين؟ هنجيب المعلومة دي منين في النص؟ Das ist meine Familie. هي بتورينا الأسرة بتاعتها. Meine Mutter heißt Katharina. Sehr gut. Meine Mutter. مين اللي بتتكلم؟ أنيكا. تقول meine Mutter heißt Katharina. يبقى Annikas Mutter heißt Katharina. Und ist 33 Jahre alt. 33 Jahre. Also Katharina ist 33 Jahre alt. Sie ist Polizistin. Polizist. شرطي لما أضيف إن في أخرها تبقى المؤنث يبقى بوليتسيستين شرطية وظيفتها. Mein Vater ده السؤال الثاني بتاعنا. Wie heißt der Vater? Mein Vater heißt Klaus. بس كده أنا وصلت. Mein Vater heißt Klaus. Klaus. يبقى der Vater heißt Klaus. يبقى die Mutter heißt Katharina und der Vater heißt Klaus. Sehr gut. Wunderbar. السؤال الثاني. Wie heißen die Großeltern? Wie heißen die Großeltern? Die Großeltern, ja genau, Großvater und die Großmutter, Opa und Oma. Wie heißen sie? Anhe Opa und Oma, Tor, Annika. Eba, smomin, bus ala Annika, wo hier btetkallim, lahad ma nawsal, tuqul mein Großvater, meine Großmutter. Nkammel ma ba'd fi an-nas. Mein Vater heißt Klaus, ist 37 Jahre alt, er ist Lehrer, Muallim. Mein Bruder heißt Hans, ich mein Bruder, und ist 10 Jahre alt, er spielt gern Fußball, mein Opa. Gut, Balak, wir haben Großeltern, yani Großvater und Großmutter, und in Session Großvater ist Opa, und Großmutter hier Oma. Mein Opa heißt Johann. يبقى der Großvater heißt Johann und die Großmutter heißt, meine Oma heißt Sabine. يبقى die Großeltern heißt Johann und Sabine. Johann und Sabine. السؤال اللي بعده. Wie heißt der Bruder? الأخ مين؟ أخو أنيكا. Mein Bruder, نبص هنا في النص Mein Bruder heißt Hans. Die Antwort ist Moe. Der Bruder heißt Hans. Wie alt ist er? Min er? Er? Der Bruder. Der Bruder. Mohan. Ich lese mal unter. Wie alt ist der Bruder? خلاص. Er. هو. يعني اسم الأخ وعمره. عنده كم سنة؟ Mein Bruder heißt Hans und ist 10 Jahre alt. Hans. Annikas Bruder heißt Hans, er ist 10 Jahre alt. Sehr gut. Sual ba'du. Was macht der Vater? Nerja lil Vater. Mein Vater heißt Klaus und ist 37 Jahre alt. Er ist Lehrer. Lehrer. Muallim. Genau. Er ist Lehrer. Was macht die Mutter? Was macht die Mutter? Nitla Andil um. Meine Mutter heißt Katharina. Sie ist 33 Jahre alt. Sie ist Polizistin. Sie ist Polizistin. Sie ist Polizistin. Hier Schurti. Hier sehr gut. Ich bin Schüler. Schüler. Tilmis. Okay? Nera Nassetani, ich heiße Annika, ich bin
13 Jahre alt. Das ist meine Familie. Meine Mutter heißt Katharina und ist 33 Jahre alt. Sie ist Polizistin. Mein Vater heißt Klaus und ist 37 Jahre alt. Er ist Lehrer. Mein Bruder heißt Hans und ist 10 Jahre alt. Er spielt gerne Fußball. Spielen, يلعب. Gern. بحب يلعب Fußball. Fußball. كرة قدم. Mein Opa heißt Johann und ist 75 Jahre alt. الجد اسمه يوهان وعمره 75. إن شاء الله الترم الثاني لكسيون 3 نكمل الأرقام من بعد 20 لحد 100. Und er spielt gern Golf. Golf, بيحب يلعب Golf. Meine Oma, الجدة, heißt Sabine und ist 72 Jahre alt. Sie kocht gern. فعل kochen. Kochen. Kochen, يعني يطبخ. مين sie? ضمير sie. كلمة التالتة قبل من الآخر. هي. مش حضرتك. لا. هي. مين هي؟ سابينة. دي أوما. مفرد مؤنث بعوض عنه زي كوخت نلاحظ نهاية الفعل تي زي كوخت جيرن بتحب تطبخ لما تحب انت تعبر عن هواياتك اهتماماتك بتحب تعمل ايه فبتقول مثلا ايش ليز جيرن فعل ليزن يقرأ انا بحب القراءة ايش كوخ جيرن بحب اطبخ ايش شبيلي جيرن فوسبال بحب العب كرة قدم سيكوت نكمل نبدأ دلوقتي zwischen Spiel zu Lektion 2 زي ما اتفقنا النشاط اللي في نهاية الدرس Lektion 2 عن بطاقات البريدية وازاي نقرأ بطاقة بريدية ونفهمها هنلاقي عندنا صورة دي وده جبل in der Schweiz اسمه das Matterhorn Matterhorn ده واحد يعني من ضمن جبال الألب السويسرية ومشهور في التزلج على الجليد ومن الجبال المشهورة in der Schweiz في سويسرا das Matterhorn in der Schweiz من الحاجات اللي هنشوفها كمان الريزنرات عجلة الملاهي ريزنرات ودي في فين فين من الحاجات المعالم المشهورة لمدينة فيينا وبدأت تشتغل في سنة تقريبا 1896 داس فينا ريزنراد ريزنراد عجلة الملاهي نبص مع بعض فاس استاس فاس استاس ايه الصورة اللي احنا شايفينها البطاقة دي فاس استاس احنا خدنا سؤال فير استاس مين ده فير للعاقل لكن باس لغير العاقل باس از داس اي حاجة انت مش عارفها فبتشاور عليها وتقول باس از داس يعني ايه ده ايه ده باس از داس طيب اللي احنا شايفينه باس از داس ممكن نكتب في الشات حتى لو بالعربي باس از داس باس از اين بيرسونال اوزفايس بيرسونال اوزفايس بيرسونال حسها جاية من بيرسون شخص Ausweis بطاقة بطاقة شخصية personal Ausweis نطلع البطاقة بتاعت شفت بطاقة والدك أو والدتك الرقم القومي بتاعنا في مصر هنلاقي حاجة شبيهة كده This is ein personal Ausweis Der personal Ausweis البطاقة الشخصية لو بصينا دي بطاقة ألمانية هنلاقي البيانات المهمة مكتوبة فوق البوندس ريبوبليك دويتشلاند جمهورية ألمانيا الاتحادية ودايما هنلاقي بالألماني والإنجليزي رقم Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, Nationalität. شوف, بيانات المهمة. Wie heißt die Person? Person, شخص. شخص, البنت صاحبة البطاقة دي اسمها ايه؟ بالضبط, زي ما احنا شايفين. Sie heißt Eva Maria Berthold. Eva Maria Berthold. فين Eva Maria? Eva Maria هنا. Berthold. ده الفاميلي نام بنبدأ بيه هو المهم في البطاقة والفور نام بعد كده في بعض الأشخاص يبقى عنده أكتر من فور نام هنلاحظ هنا إيفا ماريا في بعض الأشخاص عنده ثلاثة فور نام دراي فور نام فده هنا في مصر ممكن بنقول فلان
لاسم معين وفي اسم مشهور بيه أكتر، لكن هناك بيبقى رسمي وموجود كله في البطاقة. Was sind die Vornamen؟ أنا عندي أكتر من اسم، إيه الفورنامن اللي هنا؟ Die Vornamen sind Eva, Maria. طبعا خدنا السؤال عن الاسم، في ist ihr Name، اسم حضرتك. أنا مش بسألك اسمها إيه، أنا عندي كذا اسم هنا، فبقول لك إيه من الأسماء دي فورنامن؟ وإيه منها Familienname. Was ist der Familienname؟ Familienname فين؟ Genau, Bertolt. Bertolt. طيب، woher kommt sie؟ مين sie؟ هي اللي هي إيفا ماريا بيرتولت. منين؟ بنت دي منين؟ ممكن لو بصيتوا في البطاقة دي تعرفوا هي منين؟ Genau. هنلاحظ الكلمة دي دويتش. دويتش. دويتش احنا نعرفها ألماني كلغة، لكن دويتش ألماني أيضا كجنسية صفة، فهي ألمانية. طب الألماني ده يبقى منين؟ Sie kommt aus Deutschland. Genau. فاكرين السؤال woher kommst du؟ بسأل بيها حاجة بنقول عليها herkunft. الherkunft الأصل الموطن المنشأ. Aus Deutschland. يبقى أنت du kommst aus Ägypten. Du bist Ägypter. Du bist Ägypter. Maria, Eva Maria Bertolt kommt aus Deutschland, sie ist Deutsche. Wo wohnt sie? طبعا الكلمات الثانية بخطوط صغيرة خالص مش هنشوفها، لكن كلمة كولن، كولن دي البونورت بتاعها، دي مدينة كولونيا في غرب ألمانيا، يبقى sie wohnt in Köln. لما بسأل بفو بستعمل حرف جر in. Sie wohnt in Köln. Sehr gut. كمل. Was ist das? Was ist das? إيه اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ Servus, Eva, na, geht's dir gut? Meine neue Adresse ist Markuskamera Rottstraße 12 A 1140 Wien. Servus, bis bald, Markus. Das ist eine Postkarte. Postkarte. طبعا دي صورة بشكل إيميل، الأول كان الناس تبعت بوست كارت بطاقة بريدية، حاليا ممكن في شكل إيميل أو هو إيميل في شكل بطاقة بريدية. بوست كارت. طيب نبص على المحتوى، نقرأ تاني مع بعض ونشوف بعض الأسئلة. فيها شرايب دي بوست كارت. البوست كارت زي الإيميل، زي الخطاب بريف حد بيكتبه ويبعته لحد. فوير من شرايبت، فعل شرايبن يكتب، فير شرايبت دي بوست كارت، مين اللي كتب البوست كارت اللي قدامنا؟ طيب اعرف ازاي مين كتب؟ اعرف ازاي مين كتب؟ ببص دايما على الشخص اللي اسمه من تحت، تحت خالص هو الشخص اللي كتب. سيفوس سبالت ماركوس، يبقى ماركوس هو اللي كتب البوست كارت. طيب السؤال الثاني، يبقى ماركوس كاميرون هو الكاتب، فين اسمه؟ اسمه ماركوس ماضي من تحت، وكاتب في النص اسمه الكامل ماركوس كاميرون، لكن يهمنا الاسم اللي تحت ماركوس. ان فين شرايبت، فعل شرايبن، ممكن اقول شرايبن ان يكتب الى، يكتب لي. فان فين شرايبت ايه؟ يعني يكتب لمن؟ لمين البطاقة دي؟ هنبص فوق خالص هنلاحظ إيفا. إيفا. فاكرين إيفا اللي لسه شايفين بطاقتها؟ إيفا ماريا بيرتولد. يا جناو. بالضبط هي دي. هو يكتب لإيفا. يبقى اللي الشخص اللي موجود من فوق ده المرسل إليه، واللي من تحت هو الراسخ. طيب. إي سيفوس الموجودة دي احنا خدنا لما خدنا التحيات في نهاية ليكسيون أيز، قلنا إن في لهجات وفي بعض مناطق خصوصا جنوب ألمانيا والنمسا يقولوا سيفوس. سيفوس كتحية قدوم وتحية وداع، بدل ما يقول جوتن تاج وبدل ما يقول تشوس سيفوس، وهو جاي وهو ماشي. فنلاحظ كاتب سيفوس ايفا، يعني اهلا ايفا، وكاتب لها بقى ازيك وكذا وكذا، وفي الاخر سيفوس بيسبالد، سلام بيسبالد، الى اللقاء، سي يو سون، بيسبالد ماركوس. يبقى ايش رايبت ان ايفا، ان ايفا.
طيب السؤال، هات ماركوس eine neue Adresse؟ فاكرين هات دي يعني ايه؟ هات من فعل ايه؟ هابن. هات ماركوس eine neue Adresse؟ هتقولي يا ولا نايم؟ neue Adresse، neu يعني جديد، Adresse عنوان. نقرا مع بعض. سيفوس ايفا. نا في جيتس دير جود؟ ما قالهاش في جيتس دير، لا بيقول لها جيتس دير جود، سؤال بالفعل. انت كويسه؟ جيتس دير جود؟ Geht's dir gut? Meine neue Adresse ist, عنواني الجديد هو ماركوس كامرر روتشتراسة 12 A1140 فين. يبقى عنده عنوان جديد ولا لا؟ Genau. Ja. Er hat eine neue Adresse. بالظبط. طيب. Wie ist die Adresse? العنوان ده ايه؟ لو سألتك ايه العنوان هتكتب ايه في كل الكلام ده؟ Genau. روتشتراسة 12 A1140 Wien. سطرين دول. Das ist die neue Adresse von Markus Kammerer. يبقى المطلوب مننا أو أتمنى إن إحنا نتعلم لما نشوف نص زي كده نفهمه كويس. نعرف مين كتبه، كتبه لمين. لو طلب مني معلومة من جوه النص أعرف أجيبها إزاي. إحنا عندنا في الامتحان طبعًا في قطعتين. وكل قطعة عليها أربع أسئلة اختيار من متعدد، فلازم تتعلم تقرأ نصوص وتدور على المعلومة وتطلع معلومة معينة من جوه النصوص دي. كمل مع بعض شوف. نوخ ميا بوستكارتن، كروت بريدية أو بطاقات بريدية أخرى. طيب ماركوس كان بعت لإيفا بيقول لها عن عنوانه الجديد، فشافت مع صديق لي في الصورة فبتسأله هاي ماركوس في اس دين داس، مين ده؟ وعامله له سهم على الصورة وعامله داس بحرف حروف كبيرة، يعني مين الشخص اللي معاك ده؟ هاي ماركوس في اس دين داس إيفا. يبقى لو سألتك مين كتب ده تقول لي مين؟ جيناو إيفا كاتبة لمين؟ كاتبة لماركوس. هنلاقي إن ماركوس رد على إيفا وراها الصورة كاملة، فبيقول نقرأ مع بعض ونقرأ يا ريت بصوت عالي ما نخافش ما نتكسفش. This is my friend Julian. Das ist, wer ist das? Das ist my friend Julian. Er kommt aus Berlin. عارفين مين إيه؟ يوليان. يوليان كومت أوس برلين und ist 25. يعني 25؟ 25. 25 إيه؟ يارا ألت. genau يارا ألت. إير مين إير؟ يوليان ليت أوخ هي إن فين. هي إن فين. إحنا لسه ماركوس لما كتب عنوانه كان في فين، فلما يقول هير عندي هنا في فين أخيار. وقبل ما أنسى، داس إس سوزانا، البنت اللي معانا دي في الصورة اسمها سوزانا. يوليان und سوزانا sind verheiratet. دي مرات يوليان. يوليان وسوزانا sind verheiratet. Tschüss ماركوس. لو سألتك مين اللي كتب البطاقة التانية هتقول لي genau ماركوس. وطبعا كتبها ديف. نبص مع بعض على بعض الأسئلة. ريشتش ولا فالش؟ ريشتش ريشتش يعني صح. صواب. فالش فالش خطأ. صح ولا غلط؟ ليس اون بيانفورت دي فراغ. يوليان اس 20 يارا الت. يا ترى فاهمين الجملة؟ يوليان اس 20 يارا الت. صح ولا خطأ؟ يا ريت نحل في الشات نقول نوما ايس ريشتش ولا فالش. نكتب ايس رقم واحد السؤال الأول، اكتب لي ريشتش لو صح، فالش لو خطأ. Falsch. Genau. Julian ist nicht 20 Jahre alt. Julian Mandusch, Schrin Sana. Julian ist 25 Jahre alt. Julian ist 25 Jahre alt. Genau. Julian ist 25. طيب. كمل. Er ist min er. Min er. Julian. بتكلم عن Julian. Er ist ledig. Ledig يعني فاكرين ولا نسيتوا؟ genau ليديش يعني أعزب. طيب هل يوليان أعزب؟
Du wusstest mal was? Ach ja, und das ist Susanna. Julian und Susanna sind verheiratet, verkriegt, verheiratet mit Gausin. Julian und Susanna mit Gausin. Lieber Julian ist verheiratet, Susanna ist verheiratet. Hat dich mit ihm ledig. Lieber, Ligaba, falsch. Falsch. Sehr gut. Sehr gut. Nummer 3. Susanna ist Julians Schwester. Schwester. Susanna ist Julians, ist Milkeya, Julians Schwester. Schwester, verkrene? Dann machen wir Afrad al-Usra. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Geschwister. Genau, Ocht. Susanna, Ocht Julian. Sah oder Chata? Genau, falsch. Susanna ist Julians Frau. Mratu, Saugatu. والسؤال الأخير يوليان إس دويتش يوليان إس دويتشا دويتشا ألماني يوليان إس دويتشا هعرف منين يوليان إس دويتشا ولا إس هو عايش في فين فين إن أسترايش أسترايش دي دولة تانية النمسا لكن هنا ماركوس كاتب داس إس ماين فرويند يوليان إير كومت أوس برلين يبقى woher kommt Julian aus Berlin عارفين برلين نعرفها كلنا يا ريت برلين is the Hauptstadt von Deutschland die Hauptstadt العاصمة بتاعت ألمانيا Wien is the Hauptstadt von Österreich Bern is the Hauptstadt von der Schweiz عندنا ألمانيا العاصمة برلين النمسا العاصمة فين وسويسرا دي شفايتس العاصمة اسمها بيرن يبقى هو من برلين ألمانيا يبقى إير إز دويتشر يبقى الإجابة صحيحة ريشتش ريشتش سير جود دي أمثلة إزاي نطلع معلومات من داخل النص ده أوكي وطبعا معلومة مش لازم تكون مباشرة قدامك كده واضحة 100% لكن قد تكون يعني إلى حد ما أو شكل ما غير مباشرة أو غير صريحة في النص Eine Postkarte aus der Schweiz. Meine بطاقة بريدية أخرى من النمسا. ده شكل البطاقة البريدية لما تروح أين شتات، أين فريمد شتات، تروح تزور مدينة كده فبتكتب جواب أو تكتب بطاقة بريدية لأصحابك أو لأهلك. الجزء ده كتابة والجزء الخلفي بيبقى صورة لمعلم مهم من المعلم. لو رحت اسكندرية مثلا تجيب صورة من المكتبة لقلعة قايتباي وتكتب في ظهرها رسالة لأصحابك أو لأهلك. هنلاحظ فوق هنا بيانات المرسل إلي وهنلاقي هنا الجواب ليبي إيفا. ليبي عزيزتي. ليبر عزيزي. عزيزتي إيفا وكاتب الموضوع ومن تحت كاتب أليس ليبي. أليس ليبي يعني كل الحب. أليس ليبي أو ليبي جروسي تحياتي. من ضمن أنواع التحيات في نهاية الرسائل. كلارا يبقى مين اللي كتب؟ كلارا. sehr gut. viele Grüße aus Zermatt. viele Grüße تحياتي تحياتي الكثيرة. gruß Grüße aus Zermatt. Zermatt Zermatt بلدة قرية صغيرة أو مدينة صغيرة عند جبل الماترهورن اللي إحنا شوفنا صورته في البداية. فبتلاقي اجبوني يا ان زوريش انا ساكنه في زيورخ زوريش زيورخ في سويسرا aber meine Eltern leben hier meine Eltern والدي leben hier يعيشون هنا فين هي هي ان زيرمت زيرمت wie geht's dir اخبارك ايه gut كويسه alles liebe klar PS هي خلصت المفروض كده بس افتكرت حاجه تكتبها فكتبت PS بوست سكريبتوم يعني ملاحظة كنت ناسيها. في ألت إست ميشيل واحد بتسأل عن حد اسمه ميشيل في ألت إستير و بي بي إس بوست بوست سكريبتوم ملاحظة تانية كنت ناسيها بعد الملاحظة الأولى ماين تليفون نوما هي تليفوني هنا في تسامت إست 00912797691901 أوف الأسئلة اللي معانا ليس دي بوست كات اون بيانفورت دي فراجن اقروا البطاقة البريدية وجاوبوا معنا الأسئلة
Wer schreibt die Postkarte und an wen? نكتب في الشات ترى ممكن. اوكي سيب لكم 20 ثانية قبل ما نجاوب. So, wer schreibt die Postkarte? مين اللي كاتب هنا؟ Genau. Clara. 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 بنت اسمها Clara. طب لمين؟ An wen? An Eva. عزيزتي Eva يبقى أنا بكتب لإيفا. Clara schreibt die Postkarte an Eva. السؤال التالي: Wo wohnt Clara? Wo wohnt Clara? طبعا Clara mit A. أعتذر. Wo wohnt Clara? Clara wohnt. مين اللي كاتب؟ قلنا Clara. يبقى لما نلاقي إيش هنا ترجع على مين؟ على اللي كاتب اللي هو Clara. إيش بونا؟ أنا أسكن in Zürich. يبقى Clara wohnt in Zürich. طب لو أنا بقول لك أنت ساكن فين وقلت لي مدينة أو قرية يمكن صغيرة مش مشهورة فعايز توضح أكثر. دي في المكان الفلاني. تمام؟ Das liegt in der Schweiz. Liegen فعل liegen يقع. Das هذه المدينة Zürich liegt in der Schweiz. Okay؟ يعني تقول لي مثلا ايش كوم aus إسنا. أنت لو من القاهرة لو من اسكندرية يمكن ما تعرفش إسنا فين فبيقول لك داس ليكت إن ديا بروفينس لوكسور في محافظة اللوكسور. إيش كوم زوم باشبيل أوس ملاوي داس ليكت إن مينيا. إيش كوم أوس طنطا ولا إيش كوم أوس بلد صغيرة داس ليكت إن. لو انت بره مصر خالص ايش كوما اوس بني سويف داس ليكت ان ايجيبتن داس ليكت ان ايجيبتن. سؤال تاني: وو وونن كلاراس إلتن. نلاحظ وونن جمع. ليه؟ لان مين الفعل مش كلارا لا إلتن. كلاراس إلتن والده كلارا اين يسكنان؟ طيب فين يسكنوا فين؟ فين جروس اوس تيرمات. Ich wohne ja in Zürich, aber meine Eltern leben hier. Hier. ما ينفعش طبعا تيجي هنا تقول لي Claras Eltern wohnen أو leben hier. يعني إيه هي؟ لما تكتبها هنا في الإجابة مش مفهومة. لكن هنا طبعا في البوست كارت مفهومة. ليه؟ لأنها متفسرة. فين هي؟ Zermatt. Viele Grüße aus Zermatt. تحياتي من Zermatt. يبقى اللي بيتكلم ده في مدينة سيرمات. ولما يقول هير يبقى هير دي هنا ترجع على سيرمات ترجع المكان اللي هو فيه سيرمات. يبقى الإجابة كلاراس إلتن ليبن سيرمات إن دي شفايتس. وده طبعا مدينة في شفايتس إن دي شفايتس. أونلاين إيبونجن زو لكسيون 2 كالعادة إن شاء الله هحط لكم اللينك في الشات عن بعض تدريبات الأونلاين على موقع دار النشر بوبر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فيلن فيلن دانك فير اوير أوفمركزامكايت. كان معاكم هير محمود جمال أحمد مهران من مدرسة الجامعة الثانوية في أسيوط. وشكر جزيل لفراو سلوى يحيى فراو عزة نصر على مراجعة المحتوى. وشكر ليكم على المتابعة. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. ذاكروا كويس ونراكم على خير إن شاء الله. Tschüss. السلام عليكم.